أخبار اليوم. ميكانيكا السيارات بيعرض الاسعافات الاوليه، كل البرامج المنصوص عليها في قانون المرور واللي هي من حق المتدرب ان هو يحصل عليها اثناء فتره التدريب، عاملينها على برنامج بتتعرض على البروجيكتور، وفي محاضرات مسائيه يوميا وله عدد حصص معينه، بياخد 15 ساعه في الدوره التدريبيه. ال 15 ساعه دول بنجزئهم له كل الحاجات المنصوص عليها في قانون المرور بياخدها على طريق المحاضرات والعرض في جهاز المرور. عندنا حاجة اسمها التعليم النظري والتعليم العملي. أي متدرب أو أي ملتحق بمدرسة المرور لابد إن هو يحصل على عدد ساعات معينة في التدريب العملي والتدريب النظري. التدريب النظري ده من خلال المحاضرات المسائية اللي بيجوا الضباط يدوها هنا من الساعة 7 للساعة 9، وعن طريق برضو الجهاز اللي سيادتك شايفه ده اسمه السيموليتور ده اللي فيه يعني تعليم القيادة المحاكاة على الجهاز المحاكاة، كأنك بالظبط قاعد بتسوق عربيه على الجهاز. كل اعضاء الجسم بقلبك زي ما كان جايب الفيديوهات كده ماشي على نفس السرعه. خلي بالك من المعلومه دي فعلا، عشان لما تبقى عربيه تبقى عارفها انت نفسك لما تجري بنفس السرعه دي العربيه خاصيه الاسواق زي ما بتصطدم في الشارع ما بتحرجش العربيه انت بتجري زيها، فلازم تقلل من السرعه او تاخد الصدمه الارتداديه موضوع الحزام عشان تقلل منها وما